مشاهدينا مساء الخير واهلا بيكم معانا في حلقه جديده بنستضيف فيها اسره مصريه جديده. بنتعرف على افرادها، بنتعرف على دور كل واحد في المجتمع ايه. الحوار ممتد، المجال مفتوح، والاسر المصريه اللي بتشارك في بناء امجاد هذا الوطن لا تنتهي، فتابعونا. ضيوف حلقتنا لهذا اليوم هم أسرة تفرغت بمختلف عناصرها لواحدة من أهم القضايا والتي تشغل كل بيت في مصر المحروسة، إنها قضية التعليم. فالأب هو الأستاذ حجازي إبراهيم، والذي اتخذ من التعليم مهنة له، وقد تدرج في مراحله الوظيفية المختلفة بتنوع جغرافي نادر، مما ساعده على أن يلم بمختلف مشاكل المهنة تماما، كما ساعده دوره كأب لأبناء ثلاثة يدرس كل منهم في مرحلة تعليمية مختلفة، على رؤية قضايا التعليم من كلا الجانبين، سواء كمدرس أو كولي أمر. أما الأم فهي السيدة أمل محمود، وهي الأخرى تعمل بذات المجال، حيث تقوم بالتدريس لطلبة المدارس الفندقية. أسرة رأينا أن نقترب منها أكثر لنتعرف معا على ما يؤرق بالهم من مشاكل، وما يجول بمخيلتهم من أمنيات، وما يشغلهم من أفكار. مشاهدينا مساء الخير واهلا بكم معانا في حلقه جديده واسره جديده من بيت العيله. اسره النهارده متخصصه في مجال التربيه والتعليم. معانا اسره الاستاذ حجازي ابراهيم، وهو مدير عام باحدى المدارس الرسميه المتميزه. اهلا بحضرتك. اهلا. ومعانا الاستاذه امل محمود، وهي مدرسه باحدى المدارس الفندقيه المتقدمه للسياحه والفنادق. اهلا بيكم. اهلا. غير خبرتكم من خلال عملكم، طبعا في خبره من خلال ان انتوا اولياء امور ليكم اولاد في المرحله الاعداديه والمرحله الثانويه، فهنتكلم في حلقه النهارده عن مشاكل التعليم عموما. عارفه ان خبره حضرتك فيها يعني ترجع لسنين طويله، بس قبل ما نبدا نتكلم عن التخصص هنتكلم بقى عن اول سؤال دايما احب ابدا بيه حلقتي، وهو طريقه التعارف بينكم واول لقاء بينكم، بدايه تكوين الاسره. اتكلم انا بقى اول طبعا اللقاء الاول، فاكره شكلك نسيته. لا لا ان شاء الله ما نسيتوش طبعا، ده حاجه اساسيه ما نسيش طبعا. يعني الكلام ده كان عندي خالتها من بلدنا احنا، ما بين بلدهم وبلدنا حوالي 70 كيلو في المنيا، ابو انا من برقاص وهي من صملوط. فطبعا خالتها دول جنب بعض، يعني حوالي 70 كيلو بينهم بعض، حوالي 70 كيلو على خط السكه الحديد، لان صملوط قبل المنيا ب 35 كيلو، واحنا بعد المنيا برضو بحوالي 25 كيلو بعد المنيا نفسها. أيوة. في المنيا في النص كده. فطبعا كانت خالتها عندنا في البلد متجوزه من زمان، فانا كنت شغال مدرس في مصر الجديده. طبعا مصر الجديده فقالوا ده مش هيتجوز من الصعيد ابدا، فطبعا لا، لكن لازم الواحد بيحب يتجوز من الاصول بتاعته ومن اهل عاداتهم وتقاليدهم ويعرف يتعامل معاهم ازاي. فطبعا يعني انت كنت مفضل ان انت تتجوز زوجه اصلها او جذورها ترجع للصعيد؟ زي طبعا عشان نفهم بعض ونبقى يعني زي بعض في كل شيء. في
تقليدي تمام. سعيدي الجملة اللي قلتها في الآخر دي عشان وأنا مسافر وأنا بعيد عن بيتي أنا مطمن على اولادي وبيتي ولادي وكده. وبيتي و عندنا رجالة في البيت يعني. أيوه. وكانت راجل بقى يعني من خلال معرفتي بيكم الدقايق قبل التسجيل أنا لقيت إن هي جذورها سعادية في التقاليد والنشأة والتربية، لكن في نفس الوقت هي سيدة عندها طموح. أستاذة أمل، بس أنا برضو مش عايزة يعني عايزة أسمع القصة كاملة الأول. الموضوع اتحول بعد كده إزاي؟ كان في إعجاب من ناحيتك يعني، ده فكره هو، لكن أنت بقى كان رأيك إيه في القصة وفيه هو كعريس متقدم؟ أكيد طبعا، بس هي كانت في البداية كانت زي تعارف كده الأسرة مع بعض من ناحية الأقارب، فشفته لأول مرة فهو طلب إيدي، فإحنا يعني طالما عريس العريس عادي متقدم. ما فيهوش أي عيب أخلاقيا أو تبع الأسرة فبيتوافق عليه، خصوصا لما يكون ما فيش مشاكل فيه خالص. جه بالصدفة ان انتوا الاتنين في مجال التدريس، بس يعني حضرتك في مدارس فندقية هي ما كانتش اتعينت الاول، لان هي برضو خريجه تربيه ايوه قسم تجاري، انا خريج لغه فرنسيه، لكن احنا اتنين تربيه، كل التربيه ايوه اتعينت بعد ما اتخطبنا او بعد ما اتجوزنا. بعد ما اتجوزنا ولا اتخطبنا؟ تعيين لا بعد الجواز، بعد يعني الجواز. نقول انه جواز تقليدي او بدأ تمام، على الاقل جواز ان اسر هو يعني، جواز اسر مع اسري بعض عن عن طريق وتقليدي. الاسرتين وكده وتعرفوا على بعض. طيب خلينا نقول بقى ان انت برضو رغم النشأة والتربية انت سمحت لها انها تشتغل، ما سمحت احنا لها بقى ان هي يبقى لها يعني طبعا ده مساحتها فكري، ده الخاصة بيها وطموحها اللي تحققه. من تعليمي طبعا. بعد كده يعني اتعلمت في جامعة في المنيا، بعدين كنت باخد تدريبات في اسكندرية في الصيف كلغة فرنسية، بعدين سافرت بقى فرنسا طبعا، فكنا في المدينة. لسه كنت بتكلم مع البنات بتوع النهاردة والمدرسين، تعرف في فرنسا المدينة الجامعية مشتركة ايوه يعني، والجامعة السربون والحاجات دي كل الدنيا، فيعني الفكر بيتغير. ما احنا بنسافر بعثات ليه؟ مش عشان والله نغير فكرنا حضرتك شويه. خير دليل ان الرجل الشرقي مهما سافر وراح تبع السوربان راح فرنسا بيرجع على اصله، اختلط بايه، هو لازم الرجل الشرقي جواه هو بيفضل زي ما هو. لازم انت يكون خير راجل، دليل على كده لازم يعني. يكون سي السيد بتاع باب الشعريه ايوه فاكر الفيلم بتاع سي السيد؟ ايوه احنا بنحب يعني، كنت دايما اقول لهم لما اسافر البلد في القريه بتاعتنا، احنا لنا قريه صغيره كده رغم مرة واحدة كانت ماشية معايا هي وأولادي والأولاد، ففي كتير من الستات الكبار في السن أو الفلاحين العاديين، وأنا ماشي في الشارع تسلم عليك وتبوس على إيدك، فبقول يا بابا، قلت لهم يا ابني كده لازم، هم الستات البلد الناس العاديين لازم الكبار في السن كده، أي واحد كبير شوية أو واحد كده لازم يسلموا بوس على إيده. ايوه قلت له بقى هوريك ده حاجة تانية. تقليد يعني، تقليد انت حريص ان انت تاخدهم يروحوا طبعا لنشأتهم طبعا، برضو ونشأة لازم والدهم طبعا 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 ووالدتهم. لازم، ده أكيد، لأن العيال دي ما راحتش البلد وشافت الناس وشافت الترابط الاسري والعيله والناس بتتعامل مع بعضها ازاي، مش هتعرف في الدنيا المفتوحه دي. ايوه ده انا ده باخدهم كل حقيقي. فتره كمان، وعلى فتره في مرتين في السنه، ولو سمحت ان انا عايز اخدهم كل شهرين ثلاثه لو يعني. سمحت الظروف تاخدهم اكتر من كده. يعني احنا عندنا البيت هناك في جنينه حوالي فدان في مزرعه دواجن، ففي باب انت محتفظ ببيتك او هو ده بيت لا العيله احنا بيت يعني؟ العيله كلنا، احنا 8 اخوات، 2 مستشارين، ما شاء استئناف بني سويف، استئناف المنيا، 4 مهندسين. الله كلكم متعلمين. ده الفضل هنا يرجع بقى للوالده. الحاجه اللي هي كان زي الحاجه اللي قعدت عندها 85 سنه وهي مش متعلمه اساسا، انا والدي توفى وانا على ما اظن في ثالثه ابتدائي رابعه ابتدائي، هو توفى سنه 71 وانا مواليد 61، ايوه فاظن توفى وانا في ثالثه ابتدائي وكده. جميل في حضرتك برضو التفكير ده ان انت سبت لها الحريه انها تشتغل طبعا. وما كنتش معارض خالص، ما لا لا فكرتش انك تعارض. لا، ده انا شغلتها في مصنع لما كانت قعدت فتره قبل ما تتعين، لما جت ما جالهاش التعيين اشتغلت سكرتيره في مصنع بتاع معرفه في 6 اكتوبر يعني شركه معينه، فتره حوالي 6 شهور كده وبتاع، عشان تعرفي مدى الفرق من القطاع الحكومي والقطاع الخاص. القطاع الخاص في مصر مشكلته انه بيستغل الناس بيستنزفها، صح يكتب لك كده في السيرة الذاتية والحاجات اللي عايز يعملها ان السي احنا دي سي في والحاجات دي، اي شغلنا 8 ساعات ومش عارف الكلام من ده، والمرة تبقى كذا، وتلاقي كل لما تروح المصنع تلاقي كل الكلام ده مش موجود، شغل 12 ساعة، وطبعا انت بتعملي كانت رايحة سكرتارية بالظبط يعني، هو بيدي مرتبات القطاع الخاص مرتبات عالية لكن هو بياخد حقه في الشغل تمام وزيادة تمام وشغال كذا حاجة في وقت واحد، يا راح مثلا
سكرتاريه بس كده، فيقول لها اعمل لنا شاي اعمل كده، فهي رفضت. كرجع واحده صعيديه، انا رايحه سكرتاريه مش رايحه اعمل شاي واقدمه، انت عارف ايوه الوضع، اعمل شغل فرفضت طبعا. حسابات. ففضلت شغل الحكومه لانه طبعا حسيت ان في كرامه اكتر، وحتى لو كان اقل في طبعا الفلوس دي وفي العائد. مهنتي وده الطموح اللي انا عايزاه، ايوه ان انا اشتغل في سلك التعليم وابدا ان انا ادخل فيه. فحسيت ان في الموضوع ده هو كياني، لكن كشغل سكرتيره في مصنع ده طبعا كان حاجه يعني شغل كتوتر وقت، كده. شغل وقت بس، أي لان هو كان بيروح المدرسه، فكان بيجيني في وقت متاخر بالليل، فانا كنت بتضايق من قعدتي وحدي. كان قبل ما اخلف عبد الرحمن ابني بس انت الكبير. احتفظتي بشغلك حتى بعد ما خلفتي ولادك يعني، فالفكره مش فكره طبعا شغل وقت بس. وبمدرستي كمان، انا في مدرستي دي لي 20 اليوم سنه، اتعودت. من فتره 20 سنه يعني جاني كتير ان انا ممكن اروح اي مدرسه تانية، بس انا ارتباطي بالمدرسه وبزمايلي وبحبي ليهم وبحبهم ليا فضلت في المدرسه بتاعتي دي. ايوه طيب، احنا يعني قبل ما نتكلم عن التخصصات نقول عمر ما كان الشغل بيجي على حساب الولاد، يعني الست اللي بتتلكك او الراجل اللي بيتلكك ويقول لا ده هيجي على حساب الولاد شغل المرأة يعني او شغل الزوجة، انتوا شايفين ان ده ما مش صح؟ ممكن يتنظم الوقت طبعا وندي الولاد حقهم؟ طبعا طبعا ممكن. هو هي حتة التنظيم ممكن تكون في ايد الست، لكن برضو ممكن نقول هي بتيجي على الاولاد شوية. يعني مثلا فترة الصبح مثلا انا كمدرسة بشتغل من الساعة، يعني الطابور بيبدأ الساعة 8 الا ربع، وبنطلع من المدرسة بالظبط الساعة 2 وي، فبروح بلاقيهم هم خرجوا من المدرسة وقاعدين في ده البيت. كده كمان شغلك متميز بمواعيده الكويسة، يعني بتخلصي بدري، لكن في أنواع بقى وظائف أخرى بيقعدوا للساعة فعلا 5 بقى بالظبط. اللي يعني هي بتبقى ضغط جدا على الزوجة وبتبقى أحيانا على حساب الولاد يعني. طيب أنا عايز أتكلم بقى في تخصصكم وفي مجال التعليم، وأبدأ بحضرتك. حضرتك ليك خبرة طويلة، حضرتك كنت في مكتب وزير التربية والتعليم ومدير عام، يعني اللي هي توازي ناظر مش كده؟ لإحدى مدارس مدير عام إدارة حكومية. المدرسة، لأن أنا عندي المدرسة فيها 4 مراحل، ففي عندنا يعني وكلاء صفوف أو نظار الصف اللي هم المرحلة الابتدائية الإعدادية الثانوية، والكيجي اللي هي اسمها في عندنا في المسمى بتاعها الرسمي رياضة الأطفال 1 ورياضة الأطفال 2، اللي بيقول عليها كيجي اللي 1 هي وكيجي كي جي 2. 1 وكي جي 2. كيجي 2 فحضرتك كنت بتقول لي إن عندك خبرة من خلال عملك ده لمدة سنين طويلة في مشاكل التعليم بتفاصيلها طبعا الصغيرة، طبعا وبقى تجربة على أرض الواقع. يعني حضرتك بتقول كان اللي كنت بتقفل المدارس مدرسة مدرسة يعني. على مستوى الجمهورية كلها. أيوة، فعايزين نقول للمشاهد جديد عشان لو تلاحظ، يعني إحنا بنتكلم على المشكلة التعليمية دي بقى لنا سنين، وبنتكلم في كل البرامج وبنسمع أحلى حلول ومقترحات، مش عارفة إيه مشكلة التنفيذ بقى. إيه رأيك؟ إيه مشكلة التنفيذ؟ مشكلة التعليم يعني طبعا أساسا عندنا إن الناس اللي قايمة على التعليم بيفكروا برضو بنظام الموظفين، مش نظام قادة أو ناس عندهم حلول جذرية، وبرضو بترتبطوا بالقوانين اللي هي بتاعة التنظيمات والماليات والحاجات دي. فطبعا عشان ياخد قرار ما بيحبش ياخد قرار يضره هو، فبيمشي على القرارات اللي هم الموجودة، ما بيحبش يفكر خارج الصندوق. أيوة. فعندنا في التعليم طبعا يرتكز على معلم ومتعلم ووسيلة التعليم اللي هي الوسيلة اللي هنشرح بيها، وطبعا والتكنولوجيا الحديثة ومبنى مدرسي طبعا عشان الناس تقعد فيه. فكل الحاجات دي محتاجة تنظيم. أولا المناهج بتيجي من الوزارة، أحيانا ما بتعجبش الطالب، هو عايز مناهج حديثة، أو على ما بنطورها ونحدثها بطريقة ما يكون العصر نفسه اتحدث واتطور وتقدم أكتر من كده بكتير. بس حضرتك شايف ان اصلا احنا حاولنا نطور حتى يعني ان السباق اسرع منا، احنا بنحاول بس السباق ماشي بسرعة اسرع منا. انا شايفه يعني انت شايف ان احنا بنطور، بنحاول نطور اصلا؟ بنحاول بس على ما نتطور، وطبعا بالنسبه للقوانين ومستشارين يشوفوا الحاجه ونشوف ده ينفع وده ما ينفعش، بيكون العصر سبق. ده حضرتك قبل ما نسجل على طول ونبدأ تسجيل الحلقة كنت بتديني مثال للبيروقراطية اللي هي مؤخرة، اللي هي جزء او طبعا سبب من اسباب تاخير العمليه التعليميه، ان لما بتحب تغير زجاج فصل من الفصول في المدرسه سكرتيرة بتقول لي عايز عروض ثلاثة بتمر على اسعار، اجراءات. بتقول لك ايه حضرتك؟ اتفضل. عايزة عروض من 3 شركات مختلفة، عروض اسعار. يعني احنا بنحاول نقول للمشاهد ان
اي ابسط قرار لاي مسؤول في العمليه التعليميه أو في أي مصلحة لازم حكومية. او في اي مصلحه حكوميه فعلا لازم يعدي على كم من الخطوات والاجراءات الروتينيه التقليديه واربع موافقات وخمس موافقات فما بال حضرتك بقى لو هو قرار اكبر من كده يعني عايزين يتعلق نغير بالعمليه امتحانات التعليميه عايزين نفسها وتطويرها بقى. فلذلك احنا المناهج المفروض نخليها زي ما بتعمل انجلترا وكل الدول اللي في الدنيا، ان حاجه بنحط مثلا احنا عايزين كذا في التعليم، يعني عايزين ندرس ثقافه معينه، عايزين ندرس مثلا فكر معين، ونسيب المفروض نسيب للناس المتخصصين المدرسين الموجهين يختاروا المواضيع ويشترك فيها الطالب. المفروض الطالب يشترك صح ان هو عايز ايه، عايز انشطه ايه، عايز يدرس ايه، بحيث ان برضه ما نخرجش عن الاطار العام بتاع اللي احنا عايزينه في البلد من ثقافه وتعليم وتربيه وكده، حلوة أوي الفكرة اللي حضرتك بتقولها كده يعني ما ببساطة نخلقش دي، في كتب معينه حلوة. عايزة أقف عندها إن الطالب نفسه يشترك كمان زي ما بيحصل في فرنسا. بالظبط زي ما بيحصل في فرنسا في وبلاد الرأي كتير في إن هو إيه الطريقة انت المثلى عايز تتعلم ايه؟ اللي يفهم بيها ويستوعب بيها، وإيه المناهج اللي عايز يعني في بلد من البلاد أنا مش متذكرة أي بلد بالتحديد هي لغت المناهج التقليدية الماث أو الحساب والحاجات الحفظ اللي فيها تلقين جامد، كل المواد دي اتلغت. يعني فرنسا والمغرب والجزائر، المغرب والجزائر وتونس ماشيين زي النظام الفرنساوي، الاستاذ هو معاه منهج محدد له يعني هتدرس مواضيع كذا وكذا وكذا، مفيش كتاب، أيوة. التلميذ بيرجع لمراجع في المكتبه يجيب من بره وحر، مفيش حاجه اسمها سلم كتاب حكومي، لان الكتاب الحكومي ده بيكلفني كتير بطبعه. انا كنت بتابع في لما كنت في الوزاره طبعا مكتب الوزير جهاز التفتيش سابقا بنائب حسين كامل بهاء الدين والدكتور حسين كامل بهاء الدين، وبعد كده تغيرنا الى حاجه اسمها مكتب الوزير للمتابعه وتقويم الاداء، ايوه متابعه يعني بنتابع المدارس كلها على مستوى الجمهوريه عملت ايه وصلت لفين، وتقويم الاداء يعني بنشوف الناس دي اخطات في ايه او السلبيات اللي عندها ايه ونحاول نطورها، نقول له تحل فين وتعمل ايه، تمام او المدرسه فيها عيوبها ايه من اول المدرسه من بابها للسطوح بتاعتها بمبانيها بمدارسينها وده اشتغلتوا عليه بمعلمها. واخد مجهود اكيد كتير جدا واخد سنين. يا ترى بتيجي الوزاره الجديده ملهاش دعوه بكل الابحاث اللي انتوا عملتوها والخبره اللي اكتسبتوها دي لا بتمشي عليها برضه، والمعلومات القيمه اللي وصلتوا ليها ولا؟ بتستند ليها في تطوير الحاجات دي برضه، لا بتستند، بس المشكله في مش في كده، المشكله ان احنا برضه ماشيين في اطار سياسه معينه ما بنخرجش عنها. فحضرتك مشكله الكتاب الحكومي طيب قبل خليك ما نتكلم عن المشكله بالتفاصيل الدقيقة دي خلينا نطلع على تقرير بدعوكم بدعو السادة المشاهدين ليه نسمع رأي الناس، إذا كنا بنقول عايزين نسمع عن التربية والتعليم. أطراف العملية التعليمية كلها ويبقى ليهم رأي في القصة، عايزين نسمع برضو رأي المشاهد اللي هو أكيد عنده أخوه عنده ابنه أو هو شخصيا في العملية التعليمية، نشوف رأيهم إيه ونظرتهم إيه لتطوير التعليم عموما. إصلاح العملية التعليمية دي محتاجة حاجات كتيرة، بدءا من إعداد المدرس إعداد صح ليكون معلم وليس مدرس، لأن المدرس ده معلم بالدرجة الأولى بيربي وبعدين بيعلم أو بيعلم وبيربي في نفس الوقت. محتاجين نشوف بره عملوا إيه في التعليم ونقلدهم، إحنا ما نخترعش إحنا نقلد. ماليزيا لما حبت تتقدم تقدمت بالتعليم وتقدمت بالبحث العلمي واصبحت من النمور الاسيويه. اولا العمليه التعليميه احنا اهم حاجه المدرسين، الشرح في المدرسه، ثانيا التزام الطلبه بالمدرسه، معظم الطلبه كلهم عايزين ياخدوا اجازات ويقعدوا في البيوت. محتاجين ان احنا دكتور طارق شو بقى يخلي المدرسين تشرح عشان الطالب ما يعتمدش على الدروس، دلوقتي اولياء الامور هي اللي بتسارع ان هي عايزه تدي العيال دروس. الفصل فيه 100 طالب او 70 طالب او 80 طالب، عمر ما حد هيستفاد بالحصه ولا بالتعليم ولا باي حاجه كده. لازم يبقى اكتر حاجه 40 طالب. نهتم بالانشطه، يا ريت نهتم بالانشطه قوي. في مدارس ما فيهاش امكانيات لكن بيهتم بالانشطه، بشوف مدرسات بيهتم بالمسرح وبيهتم بالموسيقى وبيهتم بالمكتبه والاقتصاد المنزلي.
بيكم مشاهدينا مرة تانية، بنستكمل حديثنا ونتكلم عن عملية تطوير التعليم، أراءكم فيها من خلال شغل حضرتك، وحضرتك برضو حضرتك خبرة طويلة، سنين طويلة، وزي ما بتقول عندك فكرة عن أدق التفاصيل في المشكلة التعليمية في مصر. فكنت بتتكلم عن الكتاب المدرسي، هي أكتر من يعني هي أكتر من جزئية، هنتكلم على كل الجوانب مدرس إن شاء الله. كتاب، طريقة التعليم، مناهج، يعني نبدأ نتكلم عن الكتاب. الكتاب المدرسي حضرتك طبعا ليه هو، أنا مش عارف ليه بيربطوا التلميذ بالكتاب المدرسي، مع إن إحنا الكتب الخارجية دي لازم ياخد تصريح من الوزارة والمستشار يصرح بأن الكتاب ده معتمد وليس فيه أخطاء وموافق لمناهج الوزارة. طب ليه أنا ما أخليش التلميذ يشتري الكتاب اللي يعجبه؟ في نفس الوقت أوفر على الوزارة 3 مليار جنيه طبع كتب، تروح تطبع في المصانع، ثم تيجي مخازن الوزارة، وتاخد من مخازن الوزارة لمخازن المديرية، من مخازن المديرية لمخازن الإدارة، من مخازن الإدارة لمخزن بتاع المدرسة. شوفوا قد إيه بعمل. أقول لحضرتك حاجة بقى، بقية القصة والطالب تكلفة. مش كل الطلبة بيبصوا في الكتاب، هم بيستسهلوا خاصة المرحلة التعليمية في الجامعة الجامعية والملازم. والثانوية. يعني عندك اللي بيستفيد بالكتاب ابتدائي وإعدادي. انما السنه اللي عامل كتب عندي لحد النهارده في المدرسه مش عايزين يسلموها. ايوه. وكانت تجيبوا للسكرتيره مشكله ان ما سلمش الكتب. الطالب ما بيستفيدش بيه. انا عندي ابني كتب بتاع الحكومه اللي جبتها له بتاعه المدرسه، لكنها ما بيفتحهاش لان عنده كتب خارجيه وعنده مذكرات بتاع الاستاذ اللي بياخد معاه الدرس، اللي يعني بياخد دروس في كل المواد طبعا ثالثه ثانوي. ايوه. ودي مشكله، اهدار للوقت واهدار للمال بتاعنا احنا شخصيا. هو بياخد حوالي 1000 وشويه في وعسى ان هو يعني بياخد دروس في اماكن سنتر وكده، برضه طبعا رخيصه شويه، لان لو هو مثلا مدارس لغات هياخد ب 4000 جنيه في الشهر دروس. شوف مدى المعاناه اللي وانا كل مرتبي الوقت حاليا يعني مش مهم نعرف طبعا التفاصيل مرتبها، لكن حضرتك زيك زي اي حد في مجال التربيه يعني والتعليم، موظف في الحكومه. فمساله الدروس الخصوصيه دي كارثه كبيره على اللي بتاخد نص او تلت مرتب الموظف يعني. وغير اهدار لوقت الطالب، بيروح مدرسه الصبح ما بيستفيدش منها حاجه، ويروح اللي بعد الظهر يلف على السناتر لحد الساعه 11 بالليل. وده وطبعا السناتر لها مشكله بقى الاكبر ان حضرتك بتشتكي. يعني ان حضرتك رغم الخبره الرهيبه ورغم مركزك مدير عام باحدى المدارس الحكوميه، حضرتك بتشتكي وزير سابقا ومش عارف تحلها، وابنك بيعاني زيه زي ابن اي حد عادي مش مسؤول في مجال التعليم. واحد من اعضاء مكتب وزير التربيه والتعليم لمده 13 سنه. ازاي حضرتك بتخضع يعني لقصه الدروس الخصوصيه؟ يعني المفروض على الاقل بقى نلاقي ان حضرتك لا تخضع للمشكله دي برضو زي اي مواطن عادي. يعني ابني بيروح المدرسه يعني اولا اللي بيشرحوا له، مش هنقول الناس مقصرين في حاجه، بس هو عايز واحد معين. احنا قلنا الوقت العميل وارضاء العميل في الجوده. احنا كنا بنقولها مع بعض اثناء المناقشه قبل التسجيل، المشاهد لسه ما يعرفش ان احنا كنا بنقول بس هنا. طيب ايه علاقه العميل وارضاء العميل ولا ارضاء المدرس؟ انا اساسا حضرتك لسانس لغه فرنسيه، تعينت مدرس لغه فرنسيه، بعد كده لما رحت الوزاره ترقيتي بعد كده خدت دوره جوده، دوره تخطيط، دوره لا مركزيه، دوره لغه انجليزيه، دوره كمبيوتر اي سي دي ال لما اشتغلنا في مكتب الوزير. بتتكلم على تاهيل المعلم حضرتك يعني؟ ده اللي انا خدته، الدورات اللي خدتها علشان اطلع مكتب الوزير. فالجوده هي بتقول لك كده، انا المفروض في الجوده كيفيه ارضاء العميل. الجوده الكليه توتال كواليتي مانجمنت اللي احنا خدناها، والجوده اللي احنا خدناها في المدرسه. طب حضرتك حاله عامه ولا حضرتك حاله من الحالات الفرديه اللي مرت بكل هذه الدورات والتدريبات؟ هل معظم مدرسين كده؟ لا مش كلهم، بس الوقت كلهم بياخدوا اي سي دي ال، بيتدربوا على المجال اللي هم شغالين فيه. يعني واحد مثلا مدرس رياضه بيتدرب رياضيات على فترات، كل سنه مرتين عشان المنهج الجديده والحاجات دي. ان احنا بتدربنا على شغلنا اللي شغلناه في الوزاره طبعا. انا كواحد مفتش على مستوى الجمهوريه كلها في مكتب الوزير، فطبعا اتدربت على الحاجات دي عشان تفيدني في شغلي وعلشان بس انا عايزه برضو المدرسين بيتدرب على، احنا بنتكلم على مشكله التعليم، فزي ما قلنا انها اكتر من تفصيله، اكتر من جزء منها. مشكله المدرس اللي هو متدرب، اللي عنده كم من العلم والمعلومات، فيقدر بالتالي يوصلها للطالب وينهض بالعمليه التعليميه. مش كل المدرسين كده. أنا بتكلم عندنا مشكلة في كفاءة المدرس. أنا بتكلم كولي أمر في نفس الوقت كمعلم. فابني بشخصية، ابن أنا عايز مدرس معين. يعني هو في الرياضة عنده في المدرسة 17 مدرس رياضيات، 17 مدرس رياضيات، 17. رغم ذلك هو عايز واحد معين بره عشان هو عايز يجيب مجموع. لأن مشكلتنا الثانية إن إحنا هنا في مصر برضه نظام الدولة لازم اللي يروح الجامعة لازم مجموع معين.
وقد على فكرة المجموع ليس مقياس للذكاء نهائي، بس هو لما من ايام الدكتور مفيد شهاب قال الحاجة دي هي الحاجة الوحيدة اللي موجودة في البلد اللي نقدر نحط الطالب ده هنا وده هنا، طبعا بنجيب الناس ونحطها في كمبيوتر، الكمبيوتر يقول التنسيق حسب المجموع، كل دول الشريحه دي تروح كل حاجه. حضرتك شايف ان ده نظام عفى عليه الزمن وده مش مقياس ذكاء؟ ده نظام التربيه خالص. هو من كل الناس عارفه كده، هم قالوا كده برضو بتوع الجامعه وبتوع قال لك بس هو النظام الوحيد اللي ايه بنفرق بالطلبه. طب شايف ايه النظام اللي ممكن انا اميز بيه طالب عن طالب واحط الطالب ده في كليه الطب او احطه في هندسه، او هل في نظام تاني غير المجموع؟ اختبارات اللي اتكلموا عنها، اختبارات مش قال لك هنختبر الطلبه اللي هي نظام القدرات، المفروض الطالب ده يروح الجامعه ويختبر هنا، يعملوا اختبار، بنلاقي طالب ذكي جدا ومتميز في مجال لكن المجال التاني هو مش بيدي فيه خالص. يعني هو متميز في مجال الفنون او الرسم او لكن الطب ده نوع ذكاء اخر وتميز اخر مختلف كنوع حتى. وانا عندي ادله بكده، انا عندي طالب كان طالب زمان قعد في الاعداديه 4 سنين يسقط فيها، يسقط في الاعداديه مش عارف ياخدها، ولما خد الاعداديه دخل الصنايعه كان احسن طالب في الصنايعه على مستوى الجمهوريه، خراط بيخرط المواتير والحاجات دي اللي حاجات بتاع المواتير وكل انواع المسامير والحاجات دي، وحاليا هو يعتبر افضل واحد في اداره المدرسه بتاعته في المجال الصناعي. ايوه متميز في تخصصه جدا. ليه لسبب ان هو كان فاشل في الاعداديه؟ لان هو مش عايز مناهج تقليديه، مش عايز يدرس الحاجات اللي هي مفروض عليه بالعافيه دي في المناهج، المفروض كل طالب يدرس اللي يحبه واللي عايزه. برضه نرجع لحكايه ارضاء العميل اللي هو الطالب بتاعي، ان انا عندي طبعا زي ما قلنا قبل ما نسجل ان انا عندي طبعا كتب عايزه تتطور وتتغير، عند طريقه الالقاء والمدارس اللي هي بالنسبه للمدرس عايز يتطور اكتر من كده، عندنا بعد كده بعد المنهج قلنا المعلم، بعد كده عندنا اللي هي نظام اداره المنظومه نفسها الماليات. طيب قبل ما ندخل الماليات، لان هنا احنا دمجين يعني خبرتك كمدرس بقالك سنين في العمليه مع خبرتك كولي امر غير الاداره كمان ولي امر، فانت بدات تتكلم كولي امر انك بتعاني زيك زي اي حد من عمليه الدروس الخصوصيه ومش لاقي لها حل. ده لان هو ابنك طالب عايز كده، عايز مجموع وانا يعني عايز برضو لا لو تلاحظ ان كل حلقه بتوصل للاخرى، فاحنا طبعا مش عارفين نبدا باي حلقه نفكها ونحلها الاول. يعني هو عايز طبعا يوصل لمجموع، فبالتالي هو عايز مدرس معين في كل تخصص بقى، في واحد مشهور كمان. في مدرس لكل تخصص بيبقى مشهور ان هو متميز في المجال ده. فنرجع لمشكله ان لا مش مقياس المجموع كدليل ذكاء طبعا، فكل حلقه بتوصل للتانية. طب نرجع هنا بقى، خبرتك انت برضو سواء كمدرسه في مدرسه فندقيه او كوليه امر، نبدا بخبرتك في مدرسه فندقيه، دي من المدارس المتخصصه تمام، بتطلع لنا مجموعه من الطلبة اللي عندهم المفروض حسب ما أنا فاهمة يعني خبرة عملية تمام، ولا أنتوا مش بتوفروا خبرة العملية؟ هو حاليا ما فيش توافر للخبرة العملية، هم الطلبة عندنا العملية. هو دلوقتي احنا المدرسة بتاعتنا مدرسة فندقي 5 سنوات يعني. عندنا 3 أقسام، قسم مطعم، قسم مطبخ، قسم خدمات سياحية. الطالب من دول يعني نفسه هو بصراحة بمنتهى الأمانة أن التعليم الفني متنسي تماما، ما فيش اهتمام بيه ولا بالطلبة تعليم فني، لا التجاري ولا الفندقي ولا الصناعي. أنا أتكلم في مجال خبرتي. طب إزاي معلش يعني دقيقة واحدة، إزاي ما فيش أي اهتمام بالتعليم الفني وإحنا كل شوية بنسمع مسؤول بيقول إن هو ده المطلوب حاليا، إحنا مش عايزين دكاترة، مش عايزين مهندسين، مش عايزين، إحنا عايزين بقى اهتمام حضرتك بالتعليم الفني وعايزين ناس تشتغل في المجال ده لان هو ده اللي البلد محتاجاه، ده اللي بنسمعه. هقول لحضرتك، احنا دلوقتي المدرسه عندنا التخصص بيبقى من سنه تانية، تخصص سواء انت كنت داخل مطعم او مطبخ او خدمات من سنه تانية. الطالب بيقعد 4 سنين يعني تانية تالتة رابعة خمسة، 4 سنين اللي في المطعم بيدخل مطعم وبيتعلم خبرة، واللي في المطبخ نفس الحكاية، واللي في الخدمات السياحية بتتعلم الطالبة أو الطالب إزاي أنا أعمل تذكرة لشركات طيران، إزاي يعني كمضيفة. في النهاية لما الطالب يجيب مجموع ممكن يدخل جامعة. طب لو ما جابش مجموع بعد الخبرة دي كلها 4 سنين، أنت طالب دبلوم تعليم فني، مفيش طبعا شغل لي، بيفضل قاعد في البيت يشوف مطعم على القد بتاع فول وطعمية ويشتغل فيه. لكن توفر له الدولة حتى
شهادة ممكن أو خبرة يكتسبها من المدرسة ممكن هو يشتغل فيها في أي فندق من الفنادق؟ لا طبعا. أنا تخيلت إن ده اللي بيميز المدارس الفندقية، إن هي بتخرج لنا جيل جاهز على العمل على طول، عنده الخبرة العملية، بتورط بقى لقطاع السياحة، ناس جاهزين على الشغل في لا تخصصات مختلفة. جامعتك هم وطبعا في هم بس الفنادق. حضرتك بياخدوا خبرة عملية عندهم في قسم المطبخ، بيتعلموا الطبيخ ويتعلموا الحاجات دي. قصدك إن هو ما بيلاقوش فرصة عمل، مش كلهم. تمام. لا أنا مش بتكلم والله حتى على فرص العمل، أنا بتكلم على لما التدريب وعلى بيتدربوا نوع التعليم و قسم المطبخ بالذات عندهم هم مطبخ كويس جدا لا ما فيش تأهيل، هو ما فيش تأهيل. الناس حاجات سهله يعني، مش محتاجه تجهيز المطبخ جامده، لان المطبخ بيطبخوا فعلا، فيه طبعا فيه توريدات وحاجات بيجيبوها، اللي هي الخامات اللي بيعملوا بيها الحاجات طب دي. طب دي عايزه امكانيات مش كده؟ طبعا. والامكانيات في المدارس عندنا ما فيش، نرجع يعني لما اجي للماليات ادرب وتوفير الطالب الماليات. ازاي يعمل اكله معينه جوه في القسم الفندقي، بتبص تلاقي بيقول عينات لك الحاجات بسيطه جدا، كيلو والطلبه لحمه ساعات مثلا يعملوا على ساعات الطلبه يبقى حصص العملي قاعدين. طب ايه يا جماعه؟ بيقولش مفيش خامات، مفيش خامات السماجيل ولا في بتاعت أروجة. ايادي مرتعشه، بنقول ايادي مرتعشه ليه؟ علشان لما بيمضوا ممكن يحاسب باختلاس او اهدار للمال العام، او فدي مشكله. مفيش الحريه في ان هو ياخد قرار ويمضي قرار تخيل وهو سعادتك ان المدير يتشال عشان مكنه تصوير ب 2000 جنيه وهي موجوده في المدرسه. اي ما مشيتش ولا حاجه، بس عشان كانت جابها بطريقه غلط او بطريقه ما وما ثبتتش في الدفاتر، ف غلطه في الاجراءات الروتينيه. تيجي تشيل مدير عام، راجل عنده سنه يطلع معاش، راجل شغال كويس جدا وطول عمره في المجال ده، علشان المكنه ما حسبتهاش صح. طب ما شيء طبيعي بقى اي مدير يجي بعده المكنه موجوده، يبقى خايف ان هو يمضي على صح. اي لا أنا حاجه ما... جديده أنا بشرب... تيجي للمدرسه هيقول لا عن الازاز ما اتصلح، لا انا ولا التخت ما اتصلحت ولا لا انا بشتغل بالنظام اللي هو طول عمري ولسه قايلهم في المدرسه، نظام الاداره الفرنسيه، ابتسم وافعل ما تشاء، اسمها الاداره الحره. أي. وانت تشتغل زي ما انت عايز وتحكمك قوانين لسيفير، يعني اتركه يعمل، دعه يعمل، يعمل او دعه يعمل. يعمل. طب يعمل ازاي؟ اللي هو عنده قوانين. وانا بقول انت من اول ما جيت المدرسه مبتسم، قلت انا مبتسم بس اي حد هيبقى عنده خطا هيتحول للتحقيق، انت شغلتك تشتغل. انا عايز اتكلم على الولاد شويه، تعرفوني بقى فضلك. باسمائهم على الاقل، لان كان في ظروف ان هم منعتهم ان هم يجوا يحضروا معاكم النهارده، كان المفروض يبقوا معاكم، وانا عارفه ان البنت عندها موهبه وبتغني موهبه جميله ورياضه رياضيه. خلينا نتكلم البنات، البنت ولد، هم اسمهم ايه؟ ولدين وبنت. ولدين وبنت. الكبير فيهم عبد الرحمن ثانويه عامه، ثالثه ثانوي علم رياضه، والاصغر منه اسراء اولى ثانوي، وصغير خالص يوسف تاني اعدادي. ما شاء الله. وهنا بقى في تواصل بينكم، في صداقه، ايه نوع العلاقه؟ يعني حضرتك كتربوي لا هم صارم معاهم، هم بتقولي قريبين لامهم اكتر. استاذه امل بتقول هم قريبين لامهم اكتر، يعني عشان انا شديد معاهم شويه في التعامل وكده وبتاع، عايز ارجعهم ليا. يعني هنا وظيفتك كمدرس فرضه طبعا، البيت يعتبر نفسها على مدرسه، كأب في البيت كأنه مدرسه البيت طبعا، ده حقيقي. الشخط والنطر وقوم بدري وذاكر ده وما تعملش ده. انا يعني في مدرستي كانت ظروف عندنا في الصعيد طبعا زمان، البيت للمدرسه، احنا يعني بنحاول بقدر الامكان نربيهم بطريقه يعني نوعا ما، بس بنرجع للعلاقه التقليديه. لا واضح ان حضرتك دكتاتور شويه معاهم، ووظيفتك يعني كمدرس شوية. وظيفتك كمدرس فارقه معاك، فانت مدرس حتى عليهم في البيت. طب قول انت هتعمل مدير مدرسه؟ لا انا هاخد رايها، عشان هي شكلها عندها كلام كتير عايزه تقوله، بس بعد التقرير هنطلع تقرير عن نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، الاجيال المختلفه العلاقه بينها ايه؟ علاقه الابناء بيننا احنا ايه كاباء؟ فيها تواصل؟ فيها صداقه؟ أكيد. ولا بالعكس بيغلب عليها الصراع؟ نشوف مع بعض التقرير وارجع لكم. في الفترة الحالية دلوقتي أو في الزمن اللي عايشين فيه ده مفيش علاقة تواصل، الناس بتكلم ده الأب والأولاد أو الأم والأولاد بيكلموا بعض ويعيدوا بعض على النت. طبعاً علاقة الآباء بالأبناء أصلاً بقت علاقة إن أنا منتج وممثل، إن أنا ابني بالنسبة لي مجرد إن أنا بالنسبة له حصالة بياخد مني فلوس وخلاص، إنما العلاقة الإنسانية إن أنا ابني يتعلم مني إن هو ياخدني قدوة. للأسف إن ظروف الحياة بقت خلت الأب بيشتغل
عدد ساعات كتيره يجي ينام، يبقى هو اصلا وسيله الاتصال عن طريق الام. على حسب الحاله يعني، ممكن يكون الاب متواصل مع ابنه بس برضه ايه بتحسب على المناخ الخارجي. يعني المشكله ان انت بتخرج بره بتعرف عن ناس كتيره اكتر واصحاب كتير، فالصاحب مش دايما بيكون صح. المشكلة لازم الأب يتابع مع ابنه على طول. الأب والأم بيعملوا اللي عليهم جوه البيت، والطفل ولا الولد لما بيخرج بره البيت الظروف اللي حواليه بتخليه غصب عنه وبتشده عن التواصل مع الأب والأم. طبعا هو في مثل بيقول إن كبر ابنك خويه، فناس قليلة إن هي بتصاحب أبنائها، وفي نفس الوقت يعني المفروض يبقى فيه حب وترابط ما بين الأب وابنه، وإن هو يكون مربي ما يبقاش قاسي عليه. بقى لازم يكون الأب أو الأم أو الأم يعني سياسيين شوية مع الأولاد. الوقت ده والزمن اللي احنا فيه عاوز سياسة مش عاوز عنف. يعني أنا عايز أوجهه بالراحة، أقول له دي غلط ودي صح، ويبقى في متابعة معاه. احنا عايزين الأب والأم يتفرغوا لأولادهم تاني ويقعدوا معاهم ويتكلموا معاهم ويسمعوهم، والآباء يسمعوا أولادهم ويصححوا لهم ويقربوا منهم، لأن ده الأصل. بيكم مرة تانية مع الأستاذ حجازي إبراهيم والأستاذة أمل. وأنا لاحظت في موضوع الولاد وتربية الولاد عندك يعني آراء كتير كده، هو واضح أنه شخصية دكتاتورية شوية معاكم في البيت أو مع الولاد يعني؟ هو جدا مش شوية يعني، يعني ممكن نقول أن التقاليد الصعيدية يعني متحملة عليه على الآخر، وهو بيحاول أن يطبق الحاجات دي معانا في البيت. عندي إسراء بنتي في أولى ثانوي، يعني صوتها حلو جميل جدا، ف ما ينفعش عندنا ما بتحب تغني. ماما احب اغني، اخدها في الاوضه. ايه وتعليم بره تفرق في ايه يا جماعه؟ ما حد تقولك بنتي لا بنتك لا. انا كنت يعني دايما يعني ممكن تسمع اي مغنيه تانية وتعجب بيها جدا ويعني وتبص لها نظره اعجاب وانبهار، لكن بنتك لا ما تغنيش. اي حد تاني لا. عندي في المدرسه عندي زمايلي ولا زمايلي، لكن انا كان بنتي رسم لها خط تاني خالص. يعني انا عايزها، هي ذكيه وكويسه بس عايزه تطلع حاجه يعني مثلا التقليد بتاعنا في طيب مصر. يا دكتوره يا مهندسه يا مش عارف ايه كده. وليه لا؟ ليه ما تبقاش دكتوره ومهندسه وتبقى في موهبه انت بتهتم بيها؟ لان حرام صح. الموهبه دي هبه من عند ربنا، هبه مش لاي حد. مش يعني انا ما عندي صوت حلو، حضرتك ما دي هبه من عند ربنا. ف طبعا الحريه ليك، بس انا بحاول افهم يعني. لا ما انا حضرتك بس دي تبقى تاني حاجه مش اول حاجه. طيب حتى على الاقل ما فيش اهتمام بالموهبه بتاعتها؟ مامتها ونسيب لها حريه الاختيار. الاهتمام اللي بيبقى عندنا بس او عندي انا الاستماع. 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 لكن كدراسه كاوبرا مثلا لا، كموسيقى مع المدرسة عربيه بتاعتها اللي هي الدكتوره رحاب دي اللي بتعلمها، هي مدرسه في مدرسه برضو اعدادي وماسكه انشطه الاداره، وهي قبل كده غنت في حفله الاداره السنه اللي عدت ومدير الاداره كرمها. ايوه ويكرموها كتير بس انا ما حضرتلهاش. اخر الاغنيه حتى هي بكت، لان طبعا انا كنت في مكتب الوزير وانا كنت في شغلي وانا كنت في الشغل وكنت في المدرسه، ما حضرتلهاش يعني. وهي كان نفسها، فهو كان في عيد الام السنه اللي فاتت وهي كان نفسها انا اكون موجوده. كنا حاضرين انا وانا وانا وامها. يعني على الاقل تبع المدرسه مش بيبقى فيه انشطه؟ طبعا ومثلا الانشطه الفنيه طب بالنسبه للولاد بقى في تمام بالرياضه في الرياضه الولدين بيلعبوا رياضه هي واخده في النادي هي واخده برضو هي اسراء واخده واخده المستوى الثالث على مستوى الجمهوريه، المركز الثالث على مستوى الجمهوريه في الكيك بوكسينج، واخده ميداليات كتير جدا. يعني هم بيعتمدوا في الصداقه اكتر عليكي كتير طبعا. ما هي معروفه طبعا الام هي اللي بيحكوا لامهم عشان ما يحبوش. انا طبعا حتى لما بيطلبوا حاجه من باباهم يا ماما احنا عايزين نقول له السيد بتاع زمان. ما انا بقول لحضرتك في اول الكلام اول الحلقه ان احنا عندنا لما بنروح البلد الستات الكبار في السن بيبوس على ايدنا. ايوه. وغير كده لما رحت اديتهم عند بعض الناس الفلاحين البسطاء الست حتى الاكل لجوزها وقاعده بيقول لي قاعده كده، قلت له خلاص هو اكل عشان تشيل اكل، هو ينفع تاكل معاه؟ هو في قال لي ايه يا عم ده اللي انت بتقوله؟ قلت له ايوه انا بوريك كده ليه؟ عشان يبقى برضه عنده، لان دلوقتي هم هنا عندنا في المدينه انفلات ومش عارف ايه، واحيانا اشد معاه ده. يعني احيانا بيعاملني كصديق ليه او كده، او ممكن يقول لي يعلي صوته شويه. فقلت له هنا في اصول في البلد وفي حاجه اسمها كبير وصغير. يعني لما يجي حد كبير، اخويا الكبير ده له ربانه
لان احنا ده الاخ علمنا الكبير كلنا ليه احترامه، الكبير عموما بيتبس لما يدخل ايده في نقف. البلد لما يدخل نقف. ايوه يعني هي حلوة التقاليد دي طبعاً. بس انت بتتكلم مع اجيال اختلفت تماماً، وهنا السؤال بتاعي قبل التقرير كنت بقول في تواصل بينك وبين جيل البلد الولاد صداقة ولا في صراع؟ انا متهيألي في صدام شوية اكيد والله بين الجيلين، لان الاجيال دلوقتي اختلفت تماماً طموحاتها واستعداداتها. نرجع تاني نتكلم عن المشكلة التعليمية، ومن خلال شغل حضرتك ومن خلالك بتلاقوا أرضية بقى مشتركة ان انتوا تتكلموا فيها بما انكم في نفس المجال تقريبا يعني، ولا لا في البيت لا تتكلموش عن مشاكل شغلكم؟ لا طبعا لازم يعني الحاجات دي لازم تتناقش في البيت، عندها مشكلة في كذا، عندها مشكلة في كذا، بنتناقشها. لا بخاصة انا برضو حافظ القانون والاداريات والحاجات دي، فانا باخد رأيه باخد رأيه في حاجات كتير كده، نعملها كده، دي تمشي كذا ما تمشيش كذا. طيب لما كنت بسألك في الاول على طريقة التعارف وقلت لي انا كنت حريص ان انا اتجوز بالطريقة التقليدية وواحدة يكون ليها اصول سعادية، فكنت بتقول لي في الفصل انا ما حكيتش كمان كل الحكاية، انا كان عندي تفاصيل عايزه اضيفها كمان واحكيها، اتفضل. ان هو طبعا بعد ما تعرفنا على بعض عن طريق طبعا نظام العيله، بعد كده خليتها راحت معايا وشفنا بعض برضو، وتركت لها جت بقى شغله مصر كده، وزي قلت لها تسيب لها الحريه خالص ونسيبها كام يوم وهي ترد علينا بعد كده، مش مثلا يعني. وهي برضو قالوا لها نفس الكلام برضو بما ان هي تعليم عالي، فقالوا لها يعني براحتك شوف انت رايك ايه، اديك شفتوا بعض برضو. انا خليتها قاعده جنبي وانا قاعد عندهم، وهي جت سلمت علينا ودخلت جوه، حتى يومها كانت لابسه اسود. ده يعني الطريقه مشكلة التقليديه تماما يعني. وبعدين لابسه اسود. كان في كان زوج اختي. كان زوج اختي. كان جوز اختها متوفي، فطبعا كان ظروف يعني. كان هو اللي رباني الله يرحمه. طيب واولادكم بقى تحبوهم يتجوزوا برضو؟ لا احنا سايبين لهم حريه. دخل بصراحه كده ولا حسيبهم بقى في الجزء ده؟ ممكن نوجههم. هنوجههم، بس طبعا برضو مش هنقبل حد يكون خارج او على النص كده والحاجات دي، لازم يكون ناس برضو عاديين، بنت تعرف الاصول شرقيه. ايوه يعني انا بدخل الفصل ما بقولش بونجور ولا جود مورنينج في الاول، بقول السلام عليكم، فالعيال احيانا ما بيردوش لغات بقى، اقول لهم لا السلام عليكم، كنت حتى اقولها في المدارس الدوليه السلام عليكم بتاعتنا هنا. ايوه وبعد كده نقول بونجور وجود مورنينج. علمتهم فرنساوي بقى؟ عندي بنا اللي بدرس لهم برضو حتى في البيت، ابن الصغير ده متفوق في فرنساوي، والولد البنت شذت راحت خدت ايطالي لان بتحب دايما. ايوه انا بعد اتعلمت ايطالي وفرنساوي في نفس الوقت. ايوه تاخد ايطالي، وحتى هم في المدرسه يقولوا لها يا بنت ابوك موجع فرنساوي انت تاخد ايطالي، نسيبها براحتها. كنت بتذاكر لهم يعني؟ طبعا ما زلت بذاكر لهم وما زلت. عبد الرحمن ثالثه سنه وهو اللي بيذاكر له الفرنساوي، والولد الثاني اللي في الاعدادي ده بقى. ورغم كده في دروس خصوصيه في القصه لسه؟ لا ما هو دروس خصوصيه في المواد الثانيه يعني. احنا ما بنفهمش رياضه. انا بدرس مثلا ممكن اساعده في العربي، اساعده في الجغرافيا، انجلش، في التاريخ، في الدين. اشرح له طبعا الحاجات اللي عليه ايه في الانجليش طبعا والفرنسي يعني، يعني المواد ومواد حسب التخصص اللي بعيد عنك بياخد درس. طيب فيها. انا لما كنت بتكلم معاك في مشاكل التعليم قلت لي انه المدرس، لكن احنا عندنا مدرسين خضعوا لدورات تدريبيه ومدربين وكفاءه. طبعا فما طبعا نقدرش نقول ان كله بيقع على المدرس في المشكله التعليميه. احنا احسن مدرس في العالم العربي كله يعني الفترات قريبه. طيب ايه اكتر حاجه مخليه العمليه التعليميه ضعيفه عندنا؟ ما قلنا هي لو كلمنا لا حاجه يعني غير جزء الكتاب والمناهج. احنا دلوقتي قلنا ارضاء العميل، انت حضرتك لما تحب تشتري سندوتش بيقول لك اشتري من عند فلان ده بالعافيه، ولا بتحب تاكل الحاجات اللي انت عايزها؟ يعني انت عايز الطالب هو اللي يختار؟ يختار يعني نقول له منهج اهو منهج اهو منهج اهو، او ثلاث شرح اهي وثلاث شرح اهي وثلاث شرح. يعني احنا عايزين نفهم ليه ما بتطبقش المدرسه عن بعد؟ ليه المدرسه التخيليه ما تطبق المدرسه التخيليه؟ ايوه ليه اربط التلميذ بفصل وغياب وما جيتش هنرفدك؟ طب ايه سبب حضرتك ان احنا عارفين كل الكلام ده وسمعناه كتير جدا زي ما قلت في البدايه، ان كل الاقتراحات دي اتقالت قبل كده من خلال برامج كثيره جدا ولسنوات طويله بتتقال وبتتكرر، ورغم كده مفيش خطوات تنفيذيه؟ احنا عندنا تجارب هناخدها زي ما هي نطبقها، ده اللي انا فاهماه. طيب لو ليه ما عندناش فيها؟ يعني انا عندي مدرسه اسمها اللي هي مدرسه المتفوقين، وانا رحت فتشت عليها كذا مره، اللي هي موجوده في مدينه زويل، المدرسه اللي هي المتفوقين الدوليه دي في المعادي. ايوه انا رحتها، جايبين افضل اولاد على مستوى الجمهوريه اللي هم نجحوا في ثالثه اعدادي بمجموع 100%، وعملوا لهم اختبارات رياضه وعلوم وخدوهم في المدرسه دي. طبعا دول سايبين لهم محددين لهم نوع معين من الدراسه
ما عدا الدين والدراسات بترسم طبعا دول عشان حاجه قوميه وعلى ما اظن عربي، لكن بالنسبه للمواد الثانيه براحتهم خالص يعني. فعندنا وهي عباره عن خلط بين الاي جي والاي سي اس ال اي والدبلومه الانجليزيه ودي محاوله تطوير يعني، دي قمه التطوير. ايوه فعندنا في مصر ممكن وطبقت كويس ونجحت ونجح وفي جداً. تجاوب من زرتها ولذلك عملوا بعد ما عملوا البنين في 6 اكتوبر عملوا البنات بتاعه المعادي وهيفتحوا مدارس ثانيه بالشكل ده يعني. ده الطالب المصري متفوق ولما تدي له منهج كويس وحاجه كويسه بيبدع فيها. انا عندي واد عامل برنامج لما بنته في المدرسه دي عن استفاده من الثقوب السوداء بتاع النجوم وان فيها طاقه غير عاديه ممكن نستفيد منها ان نوصل لكهرباء عاليه. الطالب المصري متفوق جدا. وكم الطلبه اللي عندهم ابتكارات غير اللي عندهم مشاريع وافكار خاصه بيهم هم ابتكروها كتير جدا كتير جدا. فما تفهمش اكيد المشكله مش على الطالب، بالعكس هو الطالب خساره في ان هو تضيع قدراته في العملية التعليمية الضعيفة اللي عندنا. حضرتك كنت بتقولي برضو المدارس الفندقية اللي حضرتك مديرة أو مدرسة مدرسة بإحدى هذه المدارس برضو طبقت مشروع فيه عنده جديد أو مشروع جديد جي آي زد ده ولا تشغيل التلميذ من بداية شغله. دي لا هي عبارة عن دورات بناخد الطلبة بنقعدهم في كلاس وبيشوفوا يعني بيشوفوا افلام تسجيليه القسم ده انا اتعرفت عليه برضو عندنا في الوزاره ان عندنا مشروعات في التعليم الفني طبعا التعليم المزدوج اللي كان اسمه زمالك مبارك كول اللي هو مدرسه التعليم المزدوج دي الولد بيقضي يومين في المدرسه وثلاث او اربع ايام في المصانع بيشتغل بالفعل في المصانع ولما نجحت الطالب طبعا بياخد يومين في المدرسه وثلاثه في المصانع وبيدوا له فلوس مش عارف يعني مبلغ معين 200 جنيه او حاجه فطبعا الطالب بياخد فلوس وبيشتغل في نفس الوقت بيدرس يقضي يومين في المدرسة وثلاثة أو أربعة في المصانع أربع أيام في المصانع فطبعا ده مشروع كويس جدا. كذلك عملوا في التعليم الفندقي حاجة اسمه جي آي زد مشروع رأس المشروع ده برضو بالتشغيل الطالب يعني في محاولات يشغل الطالب طبعا بعد ما يتخرج وغير ان احنا كمان بنسمع عن انواع مدارس كتير زي التجريبي والنموذجي انا مش فاهمة طبعا بس هل دي محاولات برضو تطوير التعليم وتطوير التعليم طبعا بالنسبه للتعليم اللي هو اللي بدا منين يعمل الدكتور حسين كامل بهاء الدين هو اسمه المدارس الرسميه لغات بس هم لما حب يحطها قال لك نحطها على سبيل التجريب فسموها المدرسه التجريبيه في مدرسه تجريبيه عاديه وخلاص ما بقتش تجريبيه يعني لان التجريبيه دي سامعينها بقى لنا سنوات فلسه تجريبيه برضه غير المسمى بتاعها اسمها المدرسه الرسميه لغات لان في الدنيا كلها اللي شفناه في فرنسا المدارس نوعين مدارس اميريه ومدارس خاصه طبعا هناك ما عندهمش عربي وعندهم يعني هم ناس فرنسيين فقلت لهم عيبنا في مصر برضو ان احنا عندنا 100 نوع من التعليم. انا فعلا سعدت جدا بالمعلومات وخبره حضرتك في مجال التعليم وحضرتك استاذه امل واستاذ حجازي ابراهيم سعداء باللقاء معاكم وسعداء بلقاء مشاهدينا دائما ولقائنا الاسبوع القادم في نفس ميعادنا اسره جديده حلقه جديده من بيت العيله.